مانشستر يونايتد أسلطانيو إريك تيناغن أسنابتن سير أليكساندر تشابمان فرغوسن كمانشستر يونايتد هولت شاسراسوس تليك تسنابتو بوحلام إتراغا غنس كيتا ماغوزو مادرق يكاتو مانشستر يونايتد أسلطاني إريك تيناغنم أسنابتوال بالفو غمبوتور لي مانشستر يونايتد يفكا بوانجان مانشستر سيتي ناشنفو بالدل كهون بوحلال لإريك تيناغ يولت تامت كونترات مستطو التوصال إن تكتلو أسلطانيو كلابو غاري كويا لوم كلابوم بسو يو أمنت عالو تبلو سينجري نبرا بيونم يولد شارات همست إنجليز بميرليغ أرديسو سيزن كجمبرا بوالم يونايتد ياس مزقبيا لو تيت دي كاما مونون تكتلو يسو يو سنبت سينجر كويتوال زاري كسات ليدقمو مانشستر يونايتد بورد باس اللفو سانيم أسلطانيون كهالا في نتانستوال አንተና በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እስተነኛ ሳምንት መርሃ ግብር ሎንደን ስቴዲየም ላይ በኢስታንቡል ትላንት ከተሸነፈ በኋላ ይወሳነ ይተላልፏል ኤሪክ ቴናግ ኔዘርላንድስ አሰልጣኝ ቢሰናበቱም የቀድሞ የቡድኑ የፊት መስመር አጥቂ ሩድ ቫንስተርሎይ አዲሱ የዩናይትድ አሰልጣኝ እስኪታወቅ ጊዜ ድረስ ጊዜያዊ አሰልጣኝ ሆኖ እንደሚቀጥል የማንቸስተር ዩናይትድ ቦርድ ባሳለፈው ውሳኔ ተናግሯል ጋሪ ኔቪል ከውሳኔው በኋላ ሐሳቡን ሰጥቷል ጋሪ ኔቪል በሐሳቡም እንዳለው ከሆነ ከቶተናሙ ሽንፈት በኋላ ይሄ ነገር ሊፈጠር እንደሚችል ገምቻለሁ ያሰብኩትም ሆኗል ሲል ተናግሯል ውሳኔው ትክክለኛ መሆኑንም ድጋፍ ሰጥቷል የቀድሞ ማንቸስተር ዩናይትድ ተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ራዮ ፈርዲናንድም ከሐሳቡ የፈጠነና ቅርብ የሆነ ውሳኔ ነው ሲል መናገሩንም የመገናኛ ብዙሃን ዘግቧል ማንቸስተር ዩናይትድ ቀሪ ጊዜ ያላቸው አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግን በማባረሩ ከፍተኛ ካሳ እንደሚከፍል ይጠበቃል ሲሉ የመገናኛ ብዙሃን ዘግቧል